السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بألف خير وصحة وسلامة يا رب. الاقتراح ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة عن فقاس البلدي. فقاس البلدي بطريقة التحضير يعني سهلة مبسطة، وكيجي يعني بدون كسور، تيجي رائع ولذيذ، مقرمش وهشيش. نتمنى طريقتي في تحضيره تركم نال استحسانكم، واذا حبيتوا تعرفوا على الحلقه ديال اليوم تابعوني وفرجة. لتحضير الفقاس البلدي غادي نحتاجوا له عندي زلافه ديال الزيت ما يعادل 300 غرام ديال الزيت، ايضا زلافه ديال سكر سنيده ما يعادل 300 غرام ديال سكر سنيده، واحد خمس حبات بيض كبار، يعني خمسه الحبات ديال البيض كبار، نص كاس ديال ماء الزهر، معلقه صغيره ديال الفاني، كاس ديال اللوز مجروش بهذا الشكل بالقشر ديالو بدون تحميص، ايضا كاس ديال الزنجلان او السمسم يعني تحميص خفيف، محمص تحميص خفيف، وعندي معلقه كبيره ديال النافع، عندي راس المعلقه او قبصه ديال الملح، والدقيق حسب الخليط. غادي نشوفوا يعني شحال قبط لنا ديال الدقيق مع جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو لتحضير هاد الفقاس. غادي نشوفو دابا كاينه اولا في قصعه غادي نوضعو البيض، عندي هنا خمسة الحبات ديال البيض، غادا نضيف معاهم هاد سكر سنيده 300 غرام ديال سكر سنيده، غادي نوضع عليهم قبصه ديال الملح، غادا نضيف لهم معلقه صغيره ديال الروح ديال الفاني، كيف ممكن تعاودوها بساشيه ديال الفاني. صافي غادي نخدموا هاد المكونات غير بالايدي حتى يذوب لنا سنيده، يعني كتخدموها مزيان حتى كتذوب هاد السنيده. هنا عندي سنيده رقيقه، يعني بعد ما تخدموا لنا هاد العناصر كاملين غادي نضيف لهم هاد النافع، عندي معلقه كبيره ديال النافع البستاني، ايضا الزنجلان، يعني هنا الكميه ديال الزنجلان واللوز حسب الرغبه ديالكم، انا كيعجبني شويه يكون فيه القوام بزيد. كاس ديال اللوز ممكن تنقصوا من هاد الكميه، صافي غادي نضيف نص كاس ديال ماء الزهر، غنضيف الزيت، ممكن تخدموه بكراب يدوي او كهربائي كيف ممكن، يعني تخدموه غير هكذا بيديكم، تطربوه غير بيديكم حتى كيمتزجوا هاد العناصر كامله. صافي غادي نبدا نضيف لها الدقيق والخميره ديال الحلوى، غنضيف لها هاد جوج خميره ديال الحلوى، جوج ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى، صافي غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، يعني كتبقاو تضيفوا في الدقيق تقريبا هز ليا كيلو وشي شويه، كيلو تقريبا و100 غرام على ابعد حد، وكيف شفتوا انا راه ما دلكتو ما حتى شي حاجه، جمعتو يعني غير هكذا يعني بدون دلك، يعني كنحصلوا على عجين، انا فقط جمعت القصريه ديالي
صافي كيف قلت ما كدلكوه ما حتى شي حاجه، كتجمعوه بهذا الشكل، كتحصلوا على عجينه بهذا القوام يعني طريه ما قاصحاش بزاف. غادي نقطعها باش نشكلوا منها حرابل او دي بوضه. القطع ديال العجين وكنبداو نحربلوهم على شكل بوضه بهذا الشكل. نتوما يعني كتحكموا في الكبر ديال الفقاس سواء بغيتوه كبير او لا صغير، يعني حجم العصي او البودا هما اللي كيحددوا لينا حجم الفقاس. يعني بغيتو ميان ما كبيرش وما صغيرش، لذا غادي نكتفي بهذا القياس. صافي غادي نوضعوهم في اللاطه ونشوفوا المرحله المواليه. بيضة تقريبا واحد نص معلقة ديال القهوة سريعة الذوبان باش كتحيد لينا الزفرة ديال البيض وكتعطي لون للفقاس ديالنا. من بعد ما تشكلت الفقاس ديالي حرابل اولا دي بودان بهذا الشكل، انا خرجوا لي 6 القطع اللي دعمت 2 لاطات، يعني لاطات صغار. غادي نتكهم بالكوردون، يعني كتحاولوا تعملوا ثقب اولا بإبرة ولا هذا باش ما يتنفخش. ونبسطوهم واحد شويه باش ما يجيش بومبي. صافي وكندهنهم بهذا المزيج ديال البيض والقهوه. بغيتو لون اغمق من هكا يعني كتضيفوا القهوه بزايد اولا بودره الكاكاو باش كتعطي لون اغمق. وكناخذوا شوكه او فرشاه كنشكلوا بها خطوط بهذا الشكل. غادي ندخلوه الفران بارد على درجه حراره 160 درجه، ابعد حد يعني 160 درجه. مجرد ما كتحسوا به نشف يعني قبض، ماشي طيب غير يقبض تحسوا به بانه نشف، صافي نخرجوه. يعني انا دخلته في الفرن في الرف الوسطاني يعني ماشي في قريب للنار، والنار فقط من الاسفل. بعد ما مرات تقريبا واحد 40 حتى 45 دقيقه يعني غير كياخذ اللون بهذا الشكل، صافي كتحسوا به قبض، كتبداو تشموا اصلا الريحه ديالو. صافي غادي نبدا ننزلو بلاطو. هذا هو الفقاس ديالنا بعد ما خرجتو من الفران، يعني كنحيدو من لاطا كنوضعو في بلاطو وكنغطيه بمنديل. تنغطوه بمنديل وتنديرو عليه شي قلع ولا شي بلاستيكه وهذا. وغادي نخلي الفقاس ديالنا بعد ما غطيتو، يعني كتغطيه وعملت ليه بلاستيكه يعني زمنتو بلاستيكه باش كيرطاب لا غد. صافي غادي نعرو عليه وغنبداو التقطاع ديالو. غادي ناخدو سكين، يعني كاين اللي كيقطعو هكا كاين اللي كيقطعو محرف ميل. تنقطعو الفقاس ديالنا يعني لكم الاختيار، سواء بغيتوه طويل يعني غتحرفو السكين اولا غير واحد شويه. ايضا في السمك يعني من الاحسن هذا هو القياس ديالو، ما يكونش كبير يعني ما يكونش غليظ وما يكونش عاود رقيق بزاف. هذا هو السمك ديال الفقاس. غنبقى مستمره حتى نقطعو بالكامل، وكيف شتو يعني راه ما فيهش كسور بتاتا، يعني ما تيعطيش لا كسور لا حتى شي حاجه. غادي نبقى مستمره حتى نقطعو ونستفو في اللاطه ونشوف. كنبقاو مستمرين في التقطاع ديال الفقاس ديالنا وكنستفو في اللاطه هكذا وحده على وحده. غادي ندخلو الفران ساخن على درجه حراره 160 غير يدهب، يعني باش ما يتشوطش ولا يفوت الطياب، غير يتحمر يدهب اللون ديالو. صافي ونخرجو يتحمر من الجهتين ونخرجو الفران شاعل من الفوق ومن الاسفل ومن الاعلى حتى كيتحمر لينا. ومطبيعه يعني وبالنسبه اللي عندها الفران بحالي يعني ما كيطيبش مقاد، اللي بانت لكم تحمرات راه غتحيدوها وتبداو تقادوا الحلوى ديالكم حتى تحمر كامل بشكل يعني كنبقاو مراقبين الطهي ديالو هكذا في الفران. اللي بانت لينا تحمرات تنحيدوها، واللي مازال تنقادوها للوسط يعني حسب
فين كاين اللي كيطيب ليه الجناب قبل من الوسط وكاين اللي الوسط قبل من الجناب، يعني كتبقاو مقابلين في الطهي ديالو حتى كيتحمر بشكل متساوي بهذا الشكل، حتى كنحصلوا على فقاس محمر بهذا الشكل. انا كنحمر وفي نفس الوقت باقا كنقطع في الباقي. هذا هو الفقاس ديالنا بعد ما كملنا التحمر ديالو، يعني تيجي لونه مذهب كيجي مقرمش ورائع بهذا الشكل. وهذه هي الكميه اللي عطانا طبيعه الحال. واحد شويه هنا هادو دوك اللي في الجناب كيكونوا تحمروا بزيت. هذا هو الكميه اللي عطاني، غادي نشوفوه دابا في طبق. وهذا هو الفقاس ديالنا البلدي، تيجي رائع مقرمش وهشيش، يعني تيجي غزال بهاد القوام، تيعطي كميه معقوله وتيجي يعني بدون كسور مقرمش وهشيش ومذاق لذيذ جدا. اللي كيبغي الحلاوه بزيت ممكن يضيف يعمل يعني زلافه بومبي بسكر سنيده، اللي كيبغيها بالحلاوه بزيت. اما الحلاوه يعني كتجي معقوله ديال الفقاس، يعني هذا وراه تيجي حلو. طريقه الاحتفاظ به، يعني انا دائما الحلوه ضروري كنفرش ليها البابي الومنيوم، كيخليها كتبقى مقرمشه ويعني وكيحبس تسرب الهواء باش ما كتبردش لينا الحلوه. كنعملوا هكذا فرشه ديال الفقاس وكنوضع ورق الومنيوم باش كننقسم الطبقه الثانيه صافي. وكنبدا ننزل الفقاس ديالي بهذا الشكل طبقه فوق طبقه حتى كنكمل، وكنعاود نقفل بالفيلم اليمونتير. ضروري يعني تكملوا بالفيلم اليمونتير، هكذا كيبقى لكم مقرمش حتى ل 15 20 يوم ما كتوقع ليه حتى شي حاجه. واذا بغيتوا تخزنوه في المجمد، انا ايضا كنوضعوا في المجمد. هذا الا كنت باغا نخزنوه لمده اطول، يعني حتى ل 6 شهور، وهذا كيبقى في المجمد ما كتبقى له ما كتوقع له حتى شي حاجه. بالنسبه للون، يعني انا كيعجبني هذا اللون، واللي كيبغي اغمق من هذا اللون فقط غادي يضيف نيسكافي، يعني كثر القهوه سريعه الذوبان، او اللي يعوضها بالشوكولات بودره غبره الشوكولا كتعطي لون اغمق. لكن انا في الغالب انا كيعجبني هذا اللون ديالو هكذا الذهبي، هكذا تيعجبني. اليوم يربكم ينعس احسانكم ورضاكم. وكالعاده اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساونيش من دعواتكم ديال الخير، عملوا لي لايك، شاركوني بتعليقاتكم، وانضموا للقناه ديالي، وشكرا للمتابعه.